السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفة جديدة. الوصفة تاع اليوم كيما راكم تشوفوا طاجين الجزر بالدجاج. طاجين رائع وبنين وصحي، نتمنى ان شاء الله تجربوه. شوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير ونكملوا الفيديو ان شاء الله مع بعض. لهذه الوصفة غادي نحتاجو دجاج، بصل مقطع، جزر كمية حسب عدد أفراد العائلة، ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، زعتر، كمون، سكنجبير وكركم. وبلا ما ننساو عود تاع قرفة. فوالا حبيباتي، وصلنا لنهاية الفيديو. هذا هو طاجين الجزر تاع نهار اليوم. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها وتخلوا لي ارائكم في التعليقات. وكما العادة الى اول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تدعموني باشتراك ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والان ما عليا غير نقولكم تهلاو لي في رواحكم وسلام.